بس انا عاجبك، كنت انا بسأل على حتة حتة ايه يا اخي؟ مفيش تغيير المهنة في اصبر البضاعة. اصبر انا البضاعة مكتوبة في حصل على بكالوريوس علوم صح لغتك، ما في بسأل عن حتة. حتة ايه؟ ايه اللي بسأل؟ تغيير المهنة في البضاعة. ايوه ما تقولش حتة، حتة اللغة العربية مش فيها حتة، بسأل عن حتة. ايوه ايوه تسأل عن ماذا؟ الجزء بتاع ان انا اقدر اغير اللغة المهنة في البضاعة، انا مكتوب حاصل على بكالوريوس، فانا كنت كل سنة يعني الناس بتقولي غيرها خليها جزار، بس انا بصراحة ما كنتش برضه يعني. انا تغيير مهنة للحاجة بدون كذب جائز.